جبل هيرودس اللي صورت لنا إياه هو جبل يقع جنوب القدس وجنوب شرق بيت لحم. هالجبل كان منزل الملك هيرودس الكبير اللي أمر بقتل أطفال بيت لحم من عمر سنتين وأقل حتى يتخلص من الرب يسوع من بعد ما خبروه عنه المجوس. هالجبل كان المنزل الصيفي للملك هيرودس وكمان حصن للمراقبة. لما اليهود ثاروا على الرومان كانوا يستخدموا هذا الموقع كمخبأ لهم بين سنة 66 ل 70 ميلادي، وكمان في سنوات 132 ل 135 ميلادي. ومثل ما قلتي بالضبط، الملك هيرودس دفن في هذا الجبل. لتحضروا فيديوهات أكثر من عالم فتفوتة اكبسوا هون، ولتشتركوا بالقناة اكبسوا هون.